دلوقتي هكلمكم على ريادة الأعمال بالتحديد إزاي تفشل في ريادة الأعمال. سنة 2012 بدأنا شركة أنا وشخص معروف جدا في صناعة الاي تي، وجبنا شركة فاند معانا حاطت لنا فلوس كتيرة جدا في الوقت ده، وعملنا فكرة رائعة. كنا مقررين ان احنا عايزين نغير صناعة الهيلث كير، الصناعة الصحية في البلد. اول حاجة عملناها قلنا خلاص المشاكل الموجودة عندنا في الصناعة ديين، ازاي الاي تي يقدر يغير القصة ديين. لقينا ان الدكاترة عندنا ما بتستخدمش كمبيوتر خالص، لقينا الصيدليات فيها كمبيوترز، لقينا المستشفيات الى حد ما متحركة في القصة ديين، لقينا المعامل ومراكز الاشعة متطورين جدا. قلنا خلاص النقطة عندنا ناقصة في الدكاترة، تعالى نروح نجيب الدكاترة نوصلهم ببقية الصناعة ونقدر كده نعمل صناعة كاملة اللي هو بيسموها الايكو سيستم، انه كل الصناعات او كل الناس اللي بتقدم الخدمة ومتوصلين ببعض. ونقدر نطلع من القصة دي بميديكال ريكوردز اللي هي بنسميها الفايلات الطبية للمرضى، ونقدر نطور الصناعة الصحية بشكل واضح جدا. رحنا عملنا ابليكيشن للدكاترة في العيادات ورحنا اخذنا عليها واحده من احسن الابلكيشن اسمها اي ام ار الكترونيك ميديكال ريكورد، واخذنا عليها واحده من احسن الابلكيشنز في يوروب ميدل ايست اند افريكا من مايكروسوفت. رحنا بعد كده اخذنا بعضنا ونزلنا للدكاتره بدانا نبيعها. توقعاتكم يحصل ايه؟ مين متوقع ان الدكاتره هتشتري؟ اول حد متوقع ان الدكاتره هتشتري يا ريت قابلتكم وقتها. رحنا نزلنا للدكاتره، الدكاتره قالت لنا هو ده. احنا على فكره قبل ما نعمل القصه دي عملنا ريسيرش، واحنا كل واحد قرر يكيش من جيبه شويه فلوس، واحنا جبنا ناس وعملنا ماركت ريسيرش على 800 دكتور. الماركت ريسيرش جالنا قال لك هو ده، اعمل اي ام ار هتكسر العالم. فنزلنا الاي ام ار، نزلنا نبيع، كل 100 دكتور نروح له كان في 72 دكتور بيشتري. بعد 3 4 اسابيع قلنا احنا خلاص كده، في يعني احنا بنكون فيسبوك في مصر، بنكسر العالم، يعني 100 دكتور اروح ل 72 انت خلصت. بعد شهر ونص شهرين لقينا ولا دكتور بيستخدم الابلكيشن، محدش بيستخدم حاجه. فبقينا ننزل للدكاتره، فاكر كويس قوي دكتور نزلت له، قلت له انت ما بتستخدمش الابلكيشن ليه؟ قال لي انت كويس انا اللي وحش. قلت له طب ماشي، يعني اشكرك جزيلا بس احنا عايزين نحل المشكله، عايزينك تستخدم. في الوقت ده بدأنا نقرا شوية هو ايه اللي كان بيحصل في الشركات اللي في العالم عشان تقدر تنجح. حد فيكم ما يعرفش تويتر؟ كلنا نعرف تويتر مش كده؟ عارفين تويتر كانت شركة ايه قبل ما تبقى تويتر اللي احنا نعرفها دي؟ في حد عنده اي تخيل؟ نعم؟ تويتر كانت بتدي لك، كان اسمها اوديو، وكانت بتخليك تخش على بودكاست، يعني الناس اللي بتعمل حوارات مع بعضها كانت بتخليك تسبسكرايب عشان تسمع البودكاست ده. بعدين ابل عملت اي تيونز، فتويتر خافت قالت ايه ده احنا هنتبهدل الدنيا مش ماشيه، ما كانتش شغاله كويس القصه دي معاهم. فراحوا قرروا يعملوا شويه افكار تانية في وسط الشركه، قالت طب احنا هنعمل مايكرو بلوجينج، ان احنا نعمل ال 140 حرف، فكره ال 140 حرف ده، وتكونت تويتر العملاقه اللي احنا شايفينها النهارده، ما بداتش تويتر. حد فيكم يعرف بينترست؟ بينترست دي بدأت شركة شوبينج، يعني تدخل تتفرج على المحلات بتاعتك وتختار الشوب، تختار المحل اللي عايز تشتري منه وتشتري منه. الكلام ده فشل ذريع، وقرروا ان هم يتحولوا ويعملوا بينترست. فقعدنا نقرا الفترة دي وقلنا طيب نعمل ايه؟ في جملة كنا في زيارة في سان فرانسيسكو انا واحمد بدر البارتنر، رحنا مع بعض فكنا بنقابل حد من اوبر، فقال لنا فيل فاست، اقعد اعمل تجارب كتيره، والتجارب دي وهي بتخسر بتبوظ منك افرح، لان كل واحده من دول دي قصه فشل انت زحتها من طريقك. فرجعنا وعملنا كده بالظبط، قعدنا وقال لنا جمله برضه رائعه جدا، قال لك ستارت ابس هي عباره عن الشركات اللي بتجيد فن التجربه، بيسموها فن التجربة المنظمة، الـ organizations focusing on structured experimentation، ازاي انك كده تعمل تجربة منظمة. خدنا بعضنا ورجعنا وقلنا هو ده اللي احنا عايزين نعمله. بدأنا نعمل تجارب منظمة
حته بحته مع الدكاتره، نسحب دي ونحط دي، ندخل المعامل نطلع المعامل، ندخل المرضى ونطلع المرضى، طب خلي المريض يبقى عنده ابلكيشن، طب خلي المعمل، طب لا ارجع حكايه المعمل. عملنا نعمل تجارب سريعه جدا، عملنا بالظبط 23 تجربه في اقل من شهرين، واخترنا من دول ثلاث حاجات اشتغلنا بيهم، وهم دول اللي عملت الشركه بتاعتنا النهارده. الفكره باختصار شديد جدا ازاي انت تعمل التجربه. التجربه دي ليها نظام، وانت بتعمل التجربه بتاعتك خلي بالك كويس قوي انك لازم تبقى محدد كويس قوي انت رايح فين. فانا بعمل التجربه بتاعتي، الهدف بتاعي شكله ايه؟ هل الهدف بتاعي ان الدكاتره تستخدم الابلكيشنز بتاعتنا، ولا الهدف بتاعي ان المعامل تشترك معانا؟ ايه الهدف بتاعك؟ دي حاجه من الحاجات اللي انت هتعمل تجربه ايه. فدي كانت اول خطوه، انا هنحدد اول هدف عندنا ان الدكتور يستخدم الابلكيشنز بتاعتنا. لو في اي اوتكم طلع لنا تاني غير كده، احنا ما كناش عايزين فلوس في الوقت ده، ما كناش عايزين نجيب مبيعات، احنا كان الهدف الواضح جدا بالنسبه لنا عايزين الدكتور يستخدم الابلكيشن. لو غلطنا وما خدناش بالنا وسيبنا القصه دي، وانا طب خلاص احنا عايزين نجيب فلوس، كان زمان دخلنا في سكه ثانيه خالص، وغالبا كنا بنعمل حاجه ثانيه خالص دلوقتي. يعني في ناس كتير قوي قالت لنا طب يا جماعه طالما انتوا بتعملوا حجوزات والكلام ده، ما تيجوا تعملوا حجوزات بتاعه عارفين الاجنسات العربيات، تروح تودي العربيه بتاعتك تتصلح انا بتيجي تعملوا قصه الحجوزات بالمنظر ده. لو احنا ما كناش واخدين بالنا احنا رايحين نعمل ايه، كان زماننا فشلنا فشل ذريع. فمهم جدا وانت بتعمل التجربه بتاعتك تبقى محدد انت رايح فين. الحاجه الثانيه تبقى محدد مده للتجربه. التجربه ليها مده، ما تفلتش منك، خلي التجربه مدتها قصيره. وخليك الحاجه الثالثه المهمه جدا، التجربه دي تجربه شيب، تجربه رخيصه. اعمل التجربه بسعر رخيص. في شركه مشهوره جدا في امريكا اسمها رنت ذا ران واي، يعني اشجعك كلكم تخشوا تقروا عنها، اي ناس مهتمين برياده الاعمال. دي واحده من الشركات اللي بدات متاخر جدا، ومع ذلك قدرت تعمل شركه عملاقه جدا. الشركه دي كانت بتاجر الفساتين الغاليه للسيدات لما يحبوا يخرجوا في الـ في الـ في الخروجات بتاعتهم في امريكا. قال لك احنا قبل ما نعمل ابلكيشن ونعمل وير هاوس ومخازن ومش عارف مين، راحوا اشتروا هم نفسهم، قرروا كده قال لك احنا هنشتري 50 فستان، هم 50 فستان بس، وبدل ما هنعمل قصه على الابلكيشن قصه على التليفون، فالناس تكلمنا في التليفون ونأجر فساتين ونشوف القصه تمشي ازاي. لقوا مشاكل كتيره جدا قعدوا يصلحوا فيها ويظبطوا فيها. هو ده بالظبط الفكره بتاعت التجربه. لما تيجي تعمل تجربه، تعمل تجربه بالسعر الرخيص بتاعها، تعمل تجربه محدده الوقت، تعمل تجربه محدده الهدف، عشان تلاقي نفسك بتقدر تطور في القصه دي. شكرا.